مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي سيواجه الوداد المغربي في نهائي ابطال افريقيا بعد اطاحه الاخير بسان داونز. تفاصيل المباراه والتوقعات القادمه كلها نعرضها مع حضراتكم حالا من خلال تخطيطنا. نبدا بتفاصيل المباراه بين الوداد المغربي وسان داونز واللي انتهى بالفعل بالتعادل بهدفين لكل منهم على ملعب لوفيتوس في اطار منافسات اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. سجل سيمبا زواني الهدف الاول لسان داونز في الدقيقه 50، وبعدها سجل الوداد المغربي هدف التعادل عن طريق ايوب العملود من راسيه في الدقيقه 71. سجل بعدها بيتر لاعب الوداد الهدف الثاني، وبعدها تعادل الوداد المغربي عن طريق موثيمبي مظالة بالخطا في مرمى. وبكده يكون اتاهل الوداد البيضاوي المغربي لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 2-2. سان داونز بهدفين لكل منهم في نصف نهائي ابطال افريقيا. كانت بالفعل مباراه الذهاب انتهت بالتعادل السلبي للفريقين قبل التعادل اليوم بنتيجة 2-2، ليتأهل الفريق المغربي رسميا إلى دور النهائي عشان يلعب الأهلي اللي كان يتأهل على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين. من ناحية تانية اتأكد غياب حميد حداد مهاجم نادي الوداد البيضاوي المغربي عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بسبب تراكم الإنذارات وحصوله بالفعل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 98. وبكده يكون اتأكد غيابه عن المباراة المقبلة في ذهاب النهائي قدام الأهلي. من جانب تاني علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق على تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وكتب خالد على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك وجه كلامي للنادي الأهلي وقال: ملكش حجة، النهائي ذهاب وإياب مش مباراة واحدة في المغرب زي 2022، وكمان حضور جماهيري كامل العدد في مصر. وبالفعل رصدنا لحضراتكم كيف تناولت بعض الصحف المغربية تأهل الوداد لمواجهة الأهلي في النهائي. كتبت صحيفة المنتخب المغربية عصبة أبطال أفريقيا: الوداد البطل يصعد للنهائي بعد الإطاحة بالعملاق سان داونز. فكتبت البطولة للمغرب الوداد يطيح بسان داونز في مباراة للتاريخ ويضرب موعدا مكررا مع الأهلي في نهائي عصبة الأبطال. أما لو 360 سبورت المغربية قالت: الوداد يقهر سان داونز وينتزع منه تأهل تاريخي ويلاقي الأهلي في نهائي الأبطال. في النهاية خلونا نذكر حضراتكم أنه بالفعل ستقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد 4 يونيو على استاد القاهرة، وستقام مباراة الإياب يوم 11 من نفس الشهر بالمغرب، وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري للمباريات.